أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للشباب البحريني خصوصا في رياضة القدرة، مما أسهم في تحقيق إنجاز جديد لرياضة القدرة البحرينية. نعم، تمثل الإنجاز بالحصول على المركز الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل كأس الفرسان لمسافة 160 كيلومتر في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية. أكد سموه أن هذه الرعاية من جلالة الملك المعظم تشكل عنصرا أساسيا في ازدهار الرياضة البحرينية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، لتكون القدرة البحرينية محورا رئيسا في كتابة التاريخ للإنجازات الرياضية في المحافل الخارجية، مشيدا سموه باهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورؤية الحكومة الموقرة بدعم الشباب البحريني في المحافل الرياضية. كما أشاد سموه بدعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في ظل حرص سموه على دعم كافة المشاركات البحرينية الخارجية. أضاف سموه أن رياضة القدرة كانت وما زالت وستبقى دائما رمزا من رموز التأكيد على القدرات العالية التي يمتلكها الشباب البحريني وعطائه المستمر رفع راية القدرة البحرينية عاليا والحرص الدائم أن تبقى مرفوعة باستمرار في المشاركات الخارجية. معربا سموه عن شكره وتقديره لأعضاء الفريق الملكي للقدرة في الحصول على المركز الأول في البطولة، هذا وقد حقق الفريق الملكي للقدرة إنجازا جديدا للرياضة البحرينية بتحقيق فارس الفريق الملكي وفريق الزعيم حمد عيسى الجناحي المركز الأول.